السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في تفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. قال ابن سيرين أن رؤية العروس في المنام دليل على خير وبركة وسرور، وربما دلت رؤية العروس في الحلم على دنيا خفض للرأي وسعة في العيش. أما رؤية العروس بدون عريس في المنام فهي لا خير فيها، فهي تدل على وقوع مصيبة وحزن للراعي. أما إذا رأتك صديقتك عروسا في المنام فإنها سوف تتلقى أخبارا سارة قريبا إن شاء الله. ورؤية موكب العروس في المنام دليل على صعوبات في تحقيق أحلام صاحب المنام. ورؤية العروس بالفستان الأبيض دليل على الزواج القريب للراعي والارتباط بالحبيب. أما حضور عرس في المنام فهي دليل على الخير والأفراح عامة في حياة الراعي. ورؤية العروس المجهولة في المنام للرجل دليل على منصب يحصل عليه من عمله. أما رؤية العروس في المنام للعذباء فهي دليل على حصولها على عمل أو مدخول من مشروعها الجديد. فيما رؤية العروس في المنام للمتزوجة دليل على حملها القريب بعد طول انتظار. ورؤية العروس في المنام للحامل دليل على ولادة سهلة وميسرة بإذن الله. أما رؤية العروس في المنام للمطلقة فهي دليل على كسبها لرزق ومال وفير قريبا إن شاء الله. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء في تفسير جديد على قناتكم إن شاء الله.